نروح للفريق الأول لكرة القدم داخل نادي الزمالك، واللي وصل بقيادة سوري المدير الفني، وصل تدريباته النهارده على ملعب عبد اللطيف أبو رجيله بمقر النادي استعدادا لمواجهة أسوان المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. انطلق المران بجلسة قوية بين أسوري واللاعبين، وطالبهم المدير الفني بالتركيز الشديد والعمل بكل قوة من أجل الفترة المقبلة، وكمان طبعا طالبهم بعدم السماح بتكرار أي أخطاء في الفترة القادمة، وشرح لهم بعض النقاط الفنية اللي بيرغب أن يقوم بها اللاعبين خلال التدريبات في إطار طبعا الاستعداد للمواجهة المقبلة. كمان شهدت التدريبات تخصيص فقرة بدنية قوية للاعبين، تم تقسيمها لجزئين، الجزء الأول كان داخل صالة الجيم، أما الجزء الثاني فكان عبارة عن تدريبات تأهيلية متنوعة داخل أرضية الملعب تحت قيادة كابتن علاء رجب مخطط الأحمال. طبعا الفقرة البدنية القوية دي جت لرفع معدلات اللياقة البدنية وتجهيز اللاعبين بدنيا بالشكل الأفضل للمباراة القادمة. كمان أدى الثلاثي محمد عبد الغني، عمر جابر وأحمد فتوح لاعبو الفريق، أدوا برنامج تأهيلي خاص على هامش المران النهارده، وده كان وفقا للبرنامج الموضوع عليهم لتجهيزهم للفترة المقبلة. طبعا فتوح بيخضع للمرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي بسبب معاناته من إصابة كانت عبارة عن مزق في عضلة مفصل الحوض، بينما عمر جابر وعبد الغني كانوا طبعا بيعانوا من إجهاد عضلي. خاض رباعي حراسة المرمى بالفريق محمد عواد، محمد صبحي، محمد نديم، السيد عطية، فقرة تدريبات فنية خاصة على هامش المران الصباحي النهارده. ركز محمد عبد المنصف مدرب الحراس مع الرباعي على بعض الأمور الفنية، منها التسديد من المسافات القريبة والبعيدة والتعامل بدقة مع العرضيات بجانب مشاركة حارس المرمى كلاعب لمساعدة المدافعين. أدى سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق برنامج تدريبي خاص على هامش المران الصباحي النهارده، وده كان تحت إشراف الجهاز الفني استعدادا لمواجهة أسوان المقبلة. الجهاز الفني كان حريص على تخصيص هذا البرنامج للاعب لتجهيزه بالشكل الأمثل في ظل غيابه عن المواجهة السابقة أمام الإسماعيلي، طبعا ده بعد تعرضه للإصابة خلال عمليات الإحماء قبل انطلاق اللقاء. مستر أسوريو المدير الفني للفريق كان حريص على منح ثنائي الدفاع محمود شبانة ومصطفى الزناري تعليمات خاصة على هامش المران الصباحي النهاردة استعدادا لمواجهة أسوان المقبلة. أسوريو قام بشرح بعض النقاط الفنية للثنائي وقاموا بتنفيذها خلال المران بشكل عملي في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة.